بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نقدم الشكر الجزيل لكم ولجميع من وقف مع عائلتنا وساندها في قضيتها ووفقكم الله بجانبنا يعطيننا دفعة معنوية كبيرة للصمود أمام هذا الامتحان الإلهي. جعفر فرد من أفراد هذا الشعب وما معاناته إلا جانب بسيط من المعاناة الكبيرة التي نعيشها ويعيشها العالم بأسره وخصوصا عالمنا العربي بغياب أبسط حقوق الإنسان. إن أكثر ما يؤلمنا في قضية جعفر هو اختفاءه القسري ومنعه من الاتصال بذويه وبالعالم الخارجي. حقيقة نحن لا نعلم بحال جعفر، هل هو يلقى معاملة حسنة أو إنه يعاني كما يعاني بقية المعتقلين في أرضنا البحرين. ولكن كل المؤشرات تدل على أقل التقادير إنه يلقى معاملة أبسط ما يقال عنها بالقاسية. فماذا يعني عدم اتصاله بأهله لمدة تزيد عن 13 يوم؟ ولهذا نحن نحمل النظام الأردني كامل المسؤولية عن سلامة ابننا النفسية والبدنية، ونطالب بالكشف عن مصيره والسماح له بالاتصال بأهله وبالعالم الخارجي، والسماح للمحامي يعين من قبلنا بمتابعة القضية وحيثياتها منذ اعتقاله وحتى اللحظة. كما نطالب النظام البحريني الكيان الخليفي بتحمل المسؤولية اتجاه ابننا باعتباره أحد المواطنين وضرورة الاتصال بالجهات المعنية في الأردن والكشف عن أسباب اختطافه وتغييبه طوال هذه الفترة. ختاما نجدد شكرنا لكل من وقف معنا وساندنا في هذه القضية، عاملين من الله العلي القدير أن يمنحنا الصبر والرضا على قضاء خيره وشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.